D1FM 91.2. المشاريع معناها جاءت تباعا خلال الأشهر المتتالية، والغاية من هذا الصحفية هو أنه نعطوا فكرة معناتها إجمالية على كل المشاريع المتعلقة بالجهة، وخاصة منها اللي جاءت في قرارات سيد رئيس الحكومة وعددها تقريبا 60، واللي انطلق العمل على تنفيذها ومتابعتها سواء على مستوى الجهة وعلى مستوى مركزي. حبينا من خلال المدة الصحفية هذه نعطوا كل ما هو تفصيلي في ما يتعلق بمتابعة وإنجاز المشاريع هذه، بشكل يكون رأي العام على بينة من برامجه ومشاريعه واقع جهته ومستقبله في المشي بالضبط. لسبب هذا احنا اليوم تقريبا اغلب الادارات الجهويه موجوده حتى تكونوا عندكم المعلومه من جهتين، من جهه الولايه كسلطه اشراف جهويه، وكذلك من المجال معناها القطاعي ممثل في الساده المديرين الجهويين. ماناش نناقشوا في هذا بالنسبه للسياق، لان مثلا تحسمت عندها سنوات انه تي اس بي معناتها ماده ملوثه. القرار اتخذ في زوز مستويات معناتها، وهذا اللي عبر عليه السيد رئيس الحكومة خلال زيارته، معناتها تفكيك الوحدات الملوثة، يعني اللي تخرج في تصير فيها رياكسيون كيميك تاع الاسيد سلفوريك الى الاسيد فوسفوريك، وهذاك اللي كانوا موضوع تدخل في الاونه الاخيره. بالنسبه للمدخنه الثالثه اللي تشوفوها معناها تخرج في الديجاجمون هذاكم بشكل يومي، قالت المسألة هذه مقترنة، وهذا اللي يعرفوه تقريبا كل المتابعين على مستوى الجهة وعلى مستوى المركزي. قالت تنتظر في تقرير نتاع الوكالة الوطنية لحماية المحيط لامبيو اللي مش عارف تقريرها في خلال شهر مارس، كان مفروض أنه يقدم تقرير خلال شهر مارس، تربط معناتها مجموعة من الإيضاحات من المجمع الكيميائي، وقع تقديم هالإيضاحات هذه تقريبا في غضون أسبوعين، ويتم العمل على تقديم تقرير هذا للسيد رئيس الحكومة في الفترة القليلة معناتها القادمة لحسم هالمسألة هذه معناها بشكل قاطع ونهائي. احنا في السنوات الأخرانية البلاد شهدت صعوبات كبيرة برشا، وسبب فيه هو معناتها نوع من العطالة اللي أصابت بعض مؤسسات وخاصة منها البلديات، إذا كان هذا اللي تقصده معناها بالتلوث على مستوى التربة، وواقع حال البلديات كما عاشوه التوانسة كلها واقع صعب معقد. سبب فيه هو تأخر إنجاز الانتخابات البلدية، بما يفضي إلى ناس معناتها اللي مش يتحملوا مسؤولية بشكل معناتها دائم على مدار معناها ماندا كاملة، ويتحملوا مسؤوليتهم في الوفاء بمسؤوليتهم في الجانب هذايا. تعرفوا واقع النيابة الخصوصية، خاصة نتحدث على بلدية صفاقس، معطيات اللي ربما الناس ما تعرفهاش، لكن بلدية صفاقس راهي شهدت مغادرة نتاع قرابة 600 بشر معناتها اللي هما كانوا معنيين بالكنس وبالتنظيف وبال معناتها تعهد البنية الأساسية، تعهد التنوير في التنوير العمومي إلى آخره. دونك هذا خلق إشكاليات، كيف حالة الأعطاب الكثيرة جدا، والبارك معناها كان يعج بالمعدات اللي هي معطبة واللي كانت مطلبة تدخل. اللي حرصنا عليه في المدة اللي فاتت هو أنه يقع معناتها رأب الصدع هذا من خلال ريكروتمون جديد في تقريبا ما قوامه 150 عون وإطار جديد على مستوى البلدية، كيف تعهد وإصلاح معناها الأعطاب، وثم مجموعة كبيرة منها معناها دخلت أون فيغور، دخلت في مجال النشاط، إعادة توزيع معناتها العملية هذه على الدوائر باش ما تبقاش سنتراليزي فقط على مستوى بلدية صفاقس، لتيسير الأمر في مستوى التنسيق، في مستوى معناها المتابعة، في مستوى المتابعة على مستوى الإنجاز، بمعنى في ميزان الدفع وفي ميزان التعهد. صفاقس معناتها ضمن الجهات الأوائل تحقق في أرقام معناها متقدمة جدا. توا ما نجمش نعطي رقم لأن مازلنا في شهر جويلية، البيلان إن شاء الله يتعطى في مع نهاية السنة، لكن نجم نعطي على الأقل معناتها أبريوري معناتها النسبة اللي معناتها تتحقق عادة خلال شهر جويلية اللي تفوت معناتها 70%. مع نهاية السنة مع ديبلوكاج نتاع الفلوس وديبلوكاج نتاع المشاريع المتعلقة به الجهة، طبعا يكون عندنا في نهاية العام معناها النسبة النهائية. واللي أكدته كيف أنه على مستوى الجهة المشاريع اللي هي مبرمجة جهويا ما عدناش مشروع معطل، يعني الطريقة السريعة هذيك تدخل في إطار المشاريع الوطنية.
وهذا الفرق ما بين المشروع الجهوي والمشروع الوطني. المشاريع الوطنية يعني اللي هي موضوع متابعة على مستوى مركزي، سواء في اعتماداتها المخصصة أو في معناتها أعلن طلبات عروضها وصفقاتها إلى آخره. بالنسبة لطريق السيارة تقريبا ما عادش عندنا حتى إشكال في مستوى اعتراضات المواطنين، هذا طلب صفاقس جابسوي. كانت ثم برشا إشكاليات مع المواطنين في طلب التعويضات. الإشكاليات المتعلقة برعي المخليفة معروفة، معناتها ما أنا فا با انفونتي لارو. بالنسبة للمستشفى هذا مستشفى لقى برشا صعوبات معناتها منذ انطلاقه إلى الآن. احنا تقريبا على مستوى البناءات وتعهد وزارة التجهيز معناها بالمتابعة ورفع كل التحفظات اللي عبرت عليها وزارة الصحة، هذا كان موضوع متابعة تقريبا بشكل معناتها أسبوعي. تقريبا كل التحفظات وقع رفعها، ما زالت إشكالية بسيطة في مستوى معناها البلوك أوبيراتوار يتم العمل عليه. كيف كيف على مستوى الفلويد اللي هو مشكله أنه المقاول لقى برشا صعوبات في العمل نتاعو، نعرف معناها كل مقاول يجي جديد ماذا بها الناس كل تخدم معاه وخاصة العاطلين عن العمل، هذا عطل برشا معناتها تدخله هو. لكن في اللمسات الأخيرة تقريبا أنهى العمل نتاعو. الإشكال الظاهر بالنسبة لي أنا بالنسبة لبن علي بن خليفة واللي كان موضوع جلسة عمل صارت على مستوى وزارة الصحة وكانت بمعية المجتمع المدني ببن علي بن خليفة، وتعهد واضح من سيدة وزيرة الصحة كما هو الحال بالنسبة لسيد رئيس الحكومة، ثم تعهد واضح أنه هالمستشفى هذايا معناتها في موفى جويلية ينطلق.